اخويا. اهلا بالمتابعين الكرام، نطلقوا اليوم في هذه الحلقه هذه باش غادي نشوفوا اكبر فضيحه واللي مرت على الهواء مباشره. هنا كيتعلق الامر بين منشط ديال الاذاعه ديال هيت راديو محمد بوصفيحه المعروف بمومو. فخلال احدى الحلقات من البرنامج ديالو مومو رمضان شو، هذا البرنامج اللي كيديعو خلال شهر ديال رمضان، فكتكون اتصالات هاتفيه، غادي يتواصل معاه واحد الشخص واللي واحد الشاب الاسم ديالو مروان. يلا غادي يبدا يهضر معاه وغادي يقول لي داو لي الايفون. إذن فهنا مومو يعني والطاقم ديال الإذاعة بينوا بأنهم تأسفوا لأن هذا الشخص هذا بسببهم هما كيتواصل معهم ومع البرنامج ديالهم، فإذا به تيمشي ليه التليفون. لكن من بعد مرور 40 دقيقة غادي يعيط ليهم سوا ديزون التليفون ديال واحد صاحبه، ملي غيتواصل معاهم غادي يسولوه يعني كيف مرت هاد السرقة هذه وكيفاش داز هاد الشيء هذا وفين كان هو حتى تسرق. غادي يقول لهم كان في واحد الشارع حدا يعني ولاد زيان. ولا عيط هذا عندنا واحد اخرى مروان. هو واو انت مرات معي شفنا هاد الشيء لايف مباشره. مروان مروان هو اخويا مومو. حبيبي كيف بخيتي اخويا؟ كيف بخيتي اخويا؟ شوف الحمد لله ما عرفت باش تبدا. واه اخويا فين كنت؟ فين هنا بلاصه كنت انت؟ وحده ولاد زيان. ولاد زيان في الشارع تمك ليا ودني كنت في موطور مشيت. وقال لهم بانه كان داخل السياره ديالو. وهنا مومو قال ليه واش الجاج كان محلول؟ من طبيعي ان الجاج غادي يكون محلول الا كانت عمليه السرقه. اذا فقال له انا كنت في الطوموبيل وداز واحد وطير لي التليفون من الودن ديالي يعني وضرني المني في الودن ديالي ومشى وركب مع واحد في الموتور. اذا علاش هاد القضيه هذه؟ لان هاد الظاهره هذه ديال السرقه وعبر الدراجات الناريه موجوده يعني كانت كثيره في الدار البيضاء، ما عرفتش واش باقى الحده ديالها وباقى بنفس الشكل او لا ما عرفتش. على اي لانها ظاهره كانت معروفه، حتى ان دوك الصحاب الماطر راهم كانوا تيعسوا على البنات اللي كيخدموا في الشركات يعني وكيعسوا عليهم وتيعرفوهم النهار اللي كيتخلصوا وكتم السرقه ديالهم. يعني ما عرفتش واش القضيه مازال يعني بنفس الحده ومازال هذا الشيء هذا كاين، لانه تنعرفوا بان رجال الامن راهما كيحاولوا يتصدوا لمثل هذه الظواهر. تنعرفوا بانه اللي تيسرق وخصوصا اللي استعمل السلاح راه تيمشي بعشر سنين وربما القضيه غادي تزاد فيما بعد باش يوضعوا حد لهاد الظاهره هذه، لانها كتمس بالامن وكتمس بالطمانينه ديال الناس. الناس تيوليو مرعوبين وخايفين. اذا رجعوا القضيه ديال مومو، ففي البلاطو ديالو تيتكلم مع هاد مروان اللي تواصل معاه عبر الهاتف. قال له هذاك راه هو صاحبي وراه كان تيتسناني. قال له واخا تاخذ التليفون وهضر معاه. اذا مشى قال له راه هو تيدوي حتى هو في التليفون وخد التليفون على اي حال. قال له بغينا نتكلموا معاه. دابا انت كتهضر معنا من الطوموبيل؟ من الطوموبيل. دوز الطوموبيل حاجه. لا دوز الكرا في التليفون في الطوموبيل سجل ولا عجلي ولا موتور ولا عنده صاحبه كيتسافر. انا الزهير وصاحبه كيتسنى فيه بالموتور. معاك شنو معاك دابا؟ شنو الحق عليك؟ شنو معاك؟ انا معايا صديق ديالي والله الا هو اللي خديت التليفون وكنهضر معاه. انا كاع بغيت ندوزو له. دوزو له اخويا. امين. ربي السلامة. ثم مومو غادي يسول هاد مروان وغادي يقول ليه واش ما مشيتيش ديكلاريتي. اذا هذا سؤال اللي هو منطقي. اذا فمروان غادي يقول ليه لا راني مشيت عندهم يعني الدائره الامنيه ديال ولاد زيان، ولكن قال لي يا رجل الامن غير سير حتى نشوفوا تسجيلات ديال الكاميرا. ديكلاراسيون عندهم ولكن قال لي تنشوفوا ما كانتش كاميرا. قال لك يرجعوا خصهم يشوفوا الكاميرات من غير تشدهم.
وصراحة هذه القضية هذه جاتنا شوية غريبة. علاش؟ لأنه رجل أمن ملي كتمشي عنده وكتكون تعرضتي للسرقة، وحنا تنعرفوا بأن السرقة كاينة كثيرة، إذا فما يمكنش يصدرك بهذا المفهوم هذا، لأن هذه راه سميتها أنه صدره، هذه اللي بغى يبين. إذا فما يمكنش يصدرك كما هكا وبلا ما تدير واحد شكاية اللي هي مكتوبه، وانت مشيتي حتى لعندهم وغيرجعوك هكا لا تنشوفوا الكاميرات. اذا فما يمكنش، اذا خصهم يستمعوا ليك وتوضع الشكايه وفين كنتي وكيفاش واش من تليفون الى اخره، يعني مجموعه ديال المعلومات، وتقدم شكايه اللي هي رسميه. ما يمكنش انت تمشي تقدم شكايه وراجل الامن يقول لك سير في حالك تنشوفوا الكاميرات. اذا داكشي علاش المصالح ديال الامن بمدينه الدار البيضاء غادي تتفاعل، غادي تتفاعل بجدية وبواحد السرعة اللي هي كبيرة، سرعة البرق، مع هذا الاتصال الهاتفي. خصوصا هاد الإذاعة ديال هيت راديو، واخا إذاعة هي خاصة، ولكن تنعرفوا بأنه كاينة مراقبة الآن لهذا المجال الإلكتروني، لمواقع التواصل كاينة مراقبة اللي هي كبيرة، يعني الشادة والفادة كدوز قدامهم. إذا ف غادي يسمعوا هادشي هذا وغيتفاعلوا معاه، غيقولوا كيف يعقل ان هاد السيد سرق ومشات الدائره وقالوا له سير. اذا فتم تحركات القضيه، وهنا غادي تتم واحد الابحاث بالتنسيق مع مصالح المديريه العامه لمراقبه التراب الوطني. وهنا صادم في الامر، من بعد الابحاث التي اجريت من طرف المصالح ديال الامن والمديريه العامه لمراقبه التراب الوطني، ف هاد الشخص اللي هو مروان تبت بأنه انتحل هوية مغلوطة، ها واحد. ثم اختلق واقعة ديال السرقة وهمية، يعني ما كاينه سرقة نهائيا، وهنا بمشاركة شخص ثاني لأنه قال لك كاين صاحبي. ثم هنا الفضيحة الكبرى، وهو أنه ما مشاش لأي مصلحة أمن، إذا كذب. في اليوم التالي غادي يمشي للبرنامج، وهنا مومو كونه يعني تواصل معاه وبسبابه مشات له مشالو التليفون الايفون، فهنا مومو اقترح عليه بانه غادي يعطيه ايفون هديه، غادي يجي للبرنامج وفعلا غادي يعطيه الايفون. قرب عليها صافي بليزير صراحه هادشي اللي درتي معنا. هانيه حبيبي، انت كان ايفون 14 ياك؟ 14 كنتي لا واخدو؟ يلا واخدو نهار 12، هذه هي 10 ايام، غير 10 ايام باش خديتيه. اوكي مازال ما كملتيش كاع؟ مازال. شوف اخويا، شوف راه مشيك ايفون 14 صراحه، هاك اخويا راك عزيز علينا. كانت هاك اخويا بصحتك، شوف ها هو اخويا بصحتك، راه باقي مفولج انا دابا انت خسر راسك. فهنا فهو ربما دار هادشي هذا بغرض منفعه شخصيه، يعني بغى واحد الهديه وتحصل عليها. ثم الغرض يعني من هادشي كامل ومن هاد السيناريو كامل ومن هاد الفيلم كامل، وهو الرفع من المشاهدات. اذا فهنا ملي غادي نوصلوا لهاد القضيه ديال الرفع من المشاهدات، كيصبح عندنا واحد السؤال اللي هو منطقي، واش مومو وطاقم البرنامج او الاذاعه يعني كانوا منسقين واحد التنسيق اللي هو مسبق مع هاد الشخص مروان ومع الصديق ديالو؟